السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم يا شباب. النهاردة بإذن الله معانا عطل للدات في الشاشة آتا 32 بوصة. الشاشة اللي معايا دي الموديل بتاعها زي ما انتم شايفين. طبعا مبدئيا أنا قست الليدات بالتستر، الليدات مش منورة مش شغالة. فالعطل عندنا هنا عطل للدات في الشاشة شغالة دي لها فترة كبيرة. فطبعا أنا فكيت الظهر وببتدي أفك في الشاشة، فحبيت أشارك معاكم فك الشاشة وتغيير الليدات ونوري حضراتكم عشان الناس المبتدئين تعرف ازاي تفك الشاشه طبعا فكينا الغطا زي ما انت شفت ومش مستاهل، في مثلا مش بتفكها الغطا بيطلع معاك على طول. بعد كده هتيجي عند المسطره دي هتلاقي عندك كابل ال في دي اس ده، تبدا تخلعه قبل ما تنظف مكان اللزق اللي في الشاشه. تخلعه تضغط على الكلبسين دول تدخله معاك كده، تدخله معاك. بعد كده هتيجي هنا في لزق في الشاشه من ورا من هنا، فعلى المسطره من ورا اهو زي ما انتم شايفين حضراتكم هنا كده، هو في لازق هنا ورا اهو ده بكتر كده، وهتبدا تسلك فيه واحده واحده كده اهو. بس خد بالك عشان الكتر ما ينزلش معاك، عندك هنا الكوف اهو، لو نزلت الكتر جامد ممكن يقطع معاك الكوف والبانل هيبوظ معاك. فانا حبيت اشارك النقطه دي علشان الناس تاخد بالها وتاخد حذرها بالراحه كده وهي بتفك كده اهو زي ما انتم شايفين حضراتكم، واحده واحده. بعد كده هتلاقي راح في الجنب التاني هنا كده، هتلاقي لازق نفس الوضع ده بالفيس في الجنب التاني هنا اهو، ان هو موجود ورا هنا اهو. نبدا بالقطر برضو واحده واحده كده، هتخليك لفوق وواحده واحده كده من ورا كده اهو، تبدا واحده واحده براحتك علشان الكوف نفس الوضع محطوط فوق الكوف اهو عشان القطر ما يعديش معاك يقطع الكوف من تحت. خليك واحدة واحدة كده اهو، امسك المسطرة كده بالراحة يعني تزويها لفوق سنة كده، يعني انت ماسك المسطرة مش ماسكها وخلاص، ارفعها لفوق سنة كده من هنا علشان الدبل فيس يفك معاك على طول اهو. وخد بالك عشان الكوف اللي تحت ده عشان ما يسببش معاك مشكلة. انا اسف على الصوت اللي جنبي دي، انا شغال في محل وفي مكان جنبيه في شغل وكده بيشطبوا فيه، ففي اصوات جنبيه هنا في المحل. زي ما انتم شايفين حضراتكم المسطره بقت حره اهي. طبعا سيب اللزق اخر حته دي، سيبها كده لزقه او هتحط عليها لزق بعد ما سلكتها كده لحد ما تفك البانل، وبعد كده شيل اللزق بالراحه. فاحنا هنسيب دي زي ما هي كده عشان المسطره ما تتحركش معايا، وهبدا كده. طبعا الشاشات الاتا، الشاشة الاتا طريقة فكها زي ما هنشوف مع حضراتكم كده، زي ما واحدة واحدة كده اهو، بتيجي هنا تيجي في الجنب هنا كده في كليبس اهو، كليبس كده واحدة واحدة اهو من جنب من هنا كده بكل هدوء وبكل راحة علشان ما تسببش ان البانل يكسر معاك. الجنب التاني نفس الوضع، هنيجي للجنب التاني كده اهو هنا كده كده، وهترفع لبره ما تحاولش تدخل اي اداه تفك بيها، ما تحاولش تدخلها كتير، يعني هي حاجه بسيطه بس كده عشان ما تنزلش لتحت وتتني على البانل من تحت وتكسر البانل معاك اهو. واحده واحده هيفك معاك على طول. عامة البرواز الخارجي ده خفيف، يعني انت بعد ما بتسلكه من هنا اهم حاجه الجنبين اللي عندك دول، هم دول اصعب حاجه، هم دول مجرد ما خلعتهم تخلع معاك زي ما تشوفوا حضراتكم دلوقتي. هنقلب الشاشه على وشها، طبعا هنخلع الغطا ده، انا ما بخلعوش في بعض الاوقات لكن بخلعه علشان الناس ما تمشي زي كده. انا يعني انا ملاحظ الغطا معايا وكده الظهر بتاع الشاشه ما بفكوش وبسيب كل الكابلات واصله، لكن انت فكه علشان الظهر يتحرك معاك كده وكده ممكن يقطع منك الكوف من هنا، لكن انا متعود على كده. ده فك كده وكابلاتك
ده كده الصوت اهو، محل الصوت. بعد كده الظهر يبقى حر معاك زي كده، الظهر هتخليه كله كده، فك كل كابلاتك. واحدة واحدة كده هنجيب فتاح ايه، واحدة واحدة لبره كده اهو، اهو هتزيح لبره ايه. بالتاني نفس الوضع كده، اهو واحدة واحدة خد بالك ما تخليش الفتاحة تدخل معاك جامد عشان ما تسببش معاك في مشكلة. اهو كده الفتاحة سنة بسيطة كده. هو الفريم خفيف اساسا، انت مجرد ما صدمت فيه كده، بس احنا بنحاول نفك الفتحه وبحاجه عشان تسهل عليك. ففي شاشات ممكن الفريم ده بتخلع معاك بسهوله، وفي شاشات بتلاقيه زي كده مثلا. هو بنفس الطريقه بنفس الشغل اللي احنا بنعمله، وهتفتح بنفس الطريقه كده زي ما انتم شايفين حضراتكم. طبعا انا حاولت اصور الفيديو كله كامل علشان يعني في ناس مبتدئين يعني بيسالوا على ازاي تفك الشاشه وطريقة فك الشاشة، عشان بيبقى عندهم صعوبة شوية، بيخافوا يفكوا الشاشات، فاحنا بنوريهم الطريقة علشان ما يتعبوش في فك بانل او فك شاشة. زي ما انتوا شفتوا حضراتكم، طبعا احنا كده فكينا اول مرحلة. المرحلة دي بقى مرحلة مهمة جدا. طبعا انت بعد ما تفك كده هتيجي رفع انت البانل من هنا، ممكن تلاقيه ما ترفعش معاك، الشاشه هترفع والشاشه ما ترفعش، وخاصه الشاشات اللي هي الصين اللي معايا دي، الاتا والجاك والحاجات زي كده، بيبقى في دبل فيس هنا من تحت من هنا، بيبقى لازق في الشاشه. الشاشه دي كده حر ايه، او البانل ده حر كده زي ما انتم شايفين حضراتكم بيتحرك معايا اهو، تشوفوا كده من جميع الجناب البانل حر معايا اهو بيتحرك، ده ما فيش دبل فيس تحتيه. في شاشات تانيه هتلاقيها ملزوقه من هنا كده دبل فيس، او لازم هتلاقيه محطوط تحت كده. فطبعا دي لازم هتعمل حاجه، دي ممكن تستخدم كتر او حاجه يكسر معاك الازاز، ورقه زي كده بتاع اشعه او ورقه دبل فيس هتطلع بركات. شفت الدفايه؟ هبصك عليها دقيقه. طبعا كده زي ما نوضح لحضراتكم، لازم خد بالك من النقطه دي، لان والله انا يعني انا بحاول اشاركها معاكم، لان انا فعلا بانل اتكسر معايا وكنت بفكه بقطر وبحس جدا، وانا متعود على فك الشاشات، لكن بنى الكسر بسبب قطر. يعني كنت بسلك اللزق اللي هنا بحاجه بسيطه كده، ما اعرفش اتكسرت ازاي، بس لكن انا حبيت اشارك معاكم النقطه دي برضو، وشاركتها قبل كده تحذيرا للناس، يعني لان احنا عارفين ان البنالات غاليه، تدخل بالورقه كده من تحت من اي جنب كده، وتيجي داخل تحت البانل كده، وهتتني الورقه بتاعتك كده، ورقه طريه ما تكونش ناشفه، وهنمشي كده واحده واحده كده بالورقه زي ما انتم شايفين حضراتكم كده، عشان لو كده بالفيس ولا حاجه يتشال معايا اهو. واحده واحده كده هتعديها كده من اي اتجاه بقى، سواء هنا سواء اي اتجاه، سواء معاك فوق او تحت، اتاكد ان كله مفيش اي دبل فيس عشان ما تحصلش معاك مشكله. بعد ما خلصنا كده هنيجي بقى المرحله اللي هي المهمه، رفع البانل من مكانه، البانل 32 فسهل تمسكه من النص من المنتصف من هنا كده اهو، ايدك تبقى المنتصف والايد الثانيه هتروح تجيب المسطره، هتسلك اللزق اللي انت حاطه اول حاجه، وانت الشاشه مكانها كده، والايد التانيه هتجيب المسطره زي كده اهو. بعد كده البانل هتيجي عادله زي كده، تقفه زي كده، والمسطره بتاعتك تبقى متنيه لتحت كده، ما تفردهاش الناحيه التانيه علشان هتعمل معاك خطوط وهتحصل مشكله معاك، لان في اي سي في الكوفات هنا، في اي سي هنا في الكوف، لو قلبت كده هتلاقيه موجود الاي سي ده، لو قلبت كده في طبعا الخطوط دي بيبقى محمص وسخن ومكانه سخن، فلما بتقلب كده بيفصل معاك، وخطوط بتفصل بيعمل معاك خطوط في الشاشه او الكوف ممكن يبوظ معاك. فانا حبيت اشارك معاكم فك الشاشه علشان الناس المبتدئين يعرفوا يفكوا الشاشه ازاي ما يحصلش معاهم اي مشكله لا قدر الله. هنرجع بقى نفك الباقي
ونتابع مع حضراتكم. ايدي انزل انزل، بص كده حضرتك تبدا الكريم البلاستيك ده يطلع معاك اهو بكل سهوله. هنا لازم اهو موجود معايا، ابدا اشيله. هتلاقي لازق تاني هنا برضو نفس الوضع اهو، ده هترفعه هنا ده، انا ارفعه كده طبعا. الفريم طلع معاك اهو، قبل ما تشيل الفريم من مكانه الباك لايت اللي ورايا ده، الباك لايت اللي وراه اللي هي الورق اللي موجود ده، ورق الخلفيه ده هتشيله بنفس الترتيب كده بنفس الفريم قطعه واحده كده وتركنه مع البانل معاك. مرحله تغيير الليدات، بعد ما فكينا الورقة الخلفية كده طبعا المسامير دي اتحرك، يعني خليها موجودة عندك عشان تظبطها تاني. فك كل مسطرة لوحدها كده، بتأسف على الأصوات اللي جنبية دي. فك المسطرة كده طبعا. انا وسقست الاتنين من بره، لقيت الاتنين لقيت مفيش اي اضاءه، فهنقيس كده مسطره مسطره، ممكن تبقى في واحده تلفت التانيه مش هتنور. دي المسطره دي تعتبر شغاله والفولت بتاعها كويس على فكره، مش وحش يعني. الفولت اللي معايا ثابت مفيش اي تغيير فيه كتير، لكن انا برضو الامان هغيرها، لان انا قايل للزبون انا هغير لك طقم جديد، وطبعا الطقم ده شغال دول فتره، فاكيد يعني هياخد فتره وهيتلف تاني، فطبعا انا هغير الطقمين. فلازم تجيب بقى لما تجيب، هتجيب مساطر نفس المساطر هي هي، عشان ما تلاقيش نفسك تقعد تفتح في الخلفيه، وعشان المسطره تثبت معاك على الحوض. لازم يبقى نفس مدير المسطره، ويكون المدير معاك نفس يعني، يكون الالومنيوم زي كده من ورا نفس الوضع. فتحات المسامير تكون نفس الفتحات ومضهية كده، عشان هتلاقي مساطر نفس الشبه كده ونفس الفولت ونفس كل حاجه، لكن الفتحات هتلاقيها مختلفه. احنا بنجيب في حاله المساطر المختلفه، بنجيب في حالات لما مبيبقاش متوفر مسطرة كويسة للشاشة. فطبعا هو زي ما انتوا شايفين حضراتكم الفتحات كلها قبال بعضيها، ونجيب المسطرتين كده اهو كله مشابه لبعضيه، الكليبس بتاع الكليبس الليد ده اهو اللي بيركب فيه الليد، وباقي الفتحات كلها متشابهة. طبعا المسطرة اللي انا جايبها دي مسطرة نظيفة، مسطرة كويسة جدا يعني، مسطرة جايبة الدبل فيس بتاعها ومسطرة الومنيا، والمسطرة نفس الجودة بتاعتها كويسة، عشان تعيش مع العميل وتقعد معاه فترة وما ترجعلكش تاني. ففي مسطرة هتلاقي الظهر بتاعها فيبر كده ما تجيبهاش، لازم تبقى المسطره ظهرها المونيا او نحاس، والنحاس هتلاقيه قليل، فلازم تبقى كله ظهرها المونيا كده عشان تقعد معاك، لازم تبقى شبيهه بالمسطره الاصليه. طبعا بعد ما جبنا الليدات الجديده، لازم في خطوه هنعملها برضو مش هنركب وخلاص، لازم تقيس المسطره الجديده معاك اللي انت جايبها. لازم الفولت بتاعها يبقى ثابت، وانا كان عندي فيديو على القناه، وان شاء الله هتلاقي الرابط بتاعه اسفل الفيديو، مشاركه ازاي تعرف المسطره اذا كانت كويسه او تعبانه او مش هتشتغل معاك كتير، سواء جديده او مستعمله او خلع من الشاشه. هنبدا كده بالتستر كده ونقيس، هنشوف الفولت معايا هيديني كام. الفولت رفع ل 33
وثابت معاه مفيش اي تغيير 33.1. لو في فولت ما رفعت معاك ل 38 او 39 مسطره تبقى بايظه ما تركبهاش، او اقل في الفولت ما تركبهاش. دي طبعا المسطره دي 3 فولت 6 ليد، فده المقاس بتاعها. وطبعا تبقى معاك مسطره ثانيه بتقيس عليها، يعني بتقارن دي بدي. ده المسطره الثانيه اهي، شوف الفولت بتاعها كام اهو، 33. الفولتين قريبين من بعضهم مفيش اي اختلاف، والفولت معايا ثابت مفيش اي زياده كده. المساطر دي معايا كويسه والجهد بتاعها ثابت، فممكن تلاقي مساطر جديده وفيها مشكله، عشان احنا يعني بنحبنا ندي معلومه للناس، علشان بعد كده لو اشترى مسطره قبل ما يركب المسطره يشغلها وهو بيجربها، يشغلها هناك لو لقى الفولت بيزيد ونقص كتير معاه ما يجيبش المسطره دي، هتبقى المسطره فيها مشكله وهتفصل معاه على طول، او المسطره تبقى رديئه. نبدأ كده نفتح مكان الفتحات بتاع المسامير في الدبل فيس، علشان طبعا احنا هنركبها فمش هنشوف مكان المسامير الا اذا فتحنا الفتحات دي كده اهو، فتحات المسامير. انا حبيت افتح مكانين فقط لغير عدو، الباقي تكمله من فوق. دي اول مسطره معايا، ابدا افك الدبل فيس واعرف اتجاه عشان ما تركبش المسطره وتخلعها، اعرف اتجاه كابل الليدات. الاتجاه اهو الاتجاه بتاع كابل الليدات، انا باتجاه السكوت برضو نفس الوضع كده عشان يبقى قريب ما يتعكسش والمسطره بتلزق، يبقى اللزق بتاعها صعب شويه. هتضيق اول مسمار كده وتجيب المفك كده وعلى اول فتحه كده اهو، المفك معاك تركب المفك هنا كده وعلى اول فتحه عشان ينزل مكانه وما تنزلش المسطره تلزق معاك على طول، لان الدبل فيس ده شديد شويه. وتركب المسطره بتاعتك بنفس الشكل كده، ثبت من هنا هتيجي الجنب التاني نفس الوضع كده على الفتحه عشان المسطره تنزل معاك، والفتحات بتاعتها كده زي ما نزلت كده زي ما انتم شايفين حضراتكم. دي اول مسطره، وادي الكابل بتاعها، المسطره الثانيه معانا. نبدا كده اول مكان كده، طبعا ده في حاله لو هي جايه جاهزه بالدبل فيس بتاعها. انت ممكن لو ركبت حطيت عندك دبل فيس وفي دبل فيس بيتشال، لازم تبقى المسطره زيها بدبل فيس زي كده اهو، زي اللزق ده اللي هو 3 ام ده، تجيب بكره زي كده وتلزق بيها. اشيل البكره دي، ده دبل فيس وشين، يعني لازق وشين دبل فيس، يعني بيلزق الوشين، اسمه دبل فيس عشان كده، يعني بوجهين او بوشين. ربنا بعدنا عن الناس اللي هي بوشين دي كده زي ما انتم شايفين حضراتكم. بعد كده تبدا في اللزق بتاعك. طبعا العمليات دي الموضوع ده يعني بالنسبه للناس الفنيين يعني موضوع بسيط، بالنسبه للناس المبتدئين بتبقى حاجات صغيره، بتبقى بالنسبه لهم كبيره جدا يعني بيحتاروا فيها، فاحنا برضو بنديهم الاساسيات علشان لما يشتغل يشتغل صح وربنا يسهل له وما يحصلش مشاكل معاه، لان المبتدئ اساسا شغله هيبقى في البدايه كده، لو حصلت معاه مشاكل كتير هيرجع له الداتا بتاع، مش هيستحمل خسائر الشغل ده. وبعد ما لزقنا الليد بتاعنا كده اهو، كده كل حاجه نزلت مكانها. انا الليد نازل معايا اهو، المكان التاني برضو نفس الوضع، كله مفتح، الفتحات كلها هتلاقيها كده اهو بنفك عندك كده، والمكان اللي مش مفتح له نزل فيه المفك كده، الفتحات ضاعت كلها قبل بعضها. ده المكان اللي هينزل فيه المسامير، وما تنساش تثبت المسامير معاك. بعد كده هنجيب كابل. بص حضراتكم احنا كنا لسه بنتكلم، كنت بقول لك خد بالك من اتجاه السكوت عشان ما تركبش المسطره غلط. وانا طبعا انا بصور معاكم فيعني مركز مع الكاميرا ومركز مع التصوير، فركبت المسطره بالعكس انا كنت لسه بقول لك ما تقعش في الخطا ده انا وقعت فيه، بس انا وقعت فيه لان انا شغال، وطبعا التصوير والتركيز والشغل في نفس الوقت، يعني اعذرونا الواحد بيبقى متشتت في الشغل. واحده واحده بقى اخلع المسطره تاني كده تبدا تلزقها تاني نفس الوضع كده، هندخل عشان المسمار ينزل مكانه تمام، المسطره تنزل في مكانها تمام، الجنب التاني نفس الوضع كده، واحدة واحدة عشان المشتتات ما تتخلعش، يعني ما تتعفاش على المسطرة. كده وكل المسامير ضهت معايا وكل حاجة ركبت تمام اهي، هنبدأ كده نركب كابل الليد. بعد كده باقي مرحلة التجريب، انا هجرب على التستر
انا متاكد ان الليدات بتاعتي سليمه، هجرب على التست واقفل الليدات بتاعتي، بعد كده في مشكله هتبقى معايا في البورده دي، لكن هي الليدات سليمه. نجرب الكابل كده من كابل التستر كده ونشوف الليدات اشتغلت معايا ولا ما اشتغلتش. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين حضراتكم الليدات حضنها ورا، الحوض ده ساعد معايا كام فولت؟ ساحب معايا 66 فولت. اه يعني ده سحب الماسترتين 66 فولت، ده السحب الطبيعي بتاعه. طبعا فولت الشاشه بيبقى اعلى، يعني الشاشه الدرايفر ليد بتاع الشاشه القتل زي كده مثلا، وفي شاشات صيني معظم الصيني اللي هم اتنين مسطره 6 ليد 6 فولت، الدرايفر دايما بيخرج 100 110 90 او يعني ما بيقلش عن 100 عامه يعني. لكن لما بتيجي تركب المساطر بيبدا الدرايفر يخفض الفولت معاك، لكن ما بينزلش للفولت اللي هو بيشغل المساطر، ده بيبقى اعلى منه بشويه، ممكن تلاقيه 80، ممكن تلاقيه 78، ممكن تلاقيه 90. فاحنا عشان كده احنا بعد ما بنركب الليدات بنبدا نخفض فولت المساطر من السيرفيس مانوال بتاع الشاشه عشان ما يحصلش مشكله معاك، ولا الليد يبقى منور موهوج كده يعمل معاك بقع في الشاشه، لانك انت هتركب الليد الاصلي اللي زي كده وتركب كل حاجه ممكن تلاقي فيه بقع ظهرت معاك في الشاشه. فعشان كده احنا بنخفض الفولت يعني 66 68 ازود حاجات بسيطه 2 فولت 4 فولت مفيش مشكله، ظبطت على 66 مفيش مشكله عشان عمر الليد ما يسخنش معاك، وتاني حاجه عمر الليد يبقى اطول معاك، لان السخونه بتاثر على اي شيء. يعني السخونه في بالنسبه للاجهزه الكهربائيه والالكترونيات اللي احنا شغالين فيها، لو معاك هاتف لو بيسخن هياثر معاك على البطاريه وياثر على بقيه المكونات اللي فيه، معاك شاشه زي كده في سخونه في الليدات هتاثر على الليدات والليدات هتفصل معاك. فطبعا السخونه بتاثر على كل شيء، وطبعا دي ليدات يعني حاجات خفيفه، دي اضاءه، والليدات المعروفه عندنا انها اضعف حاجه بالنسبه للشغل. انت بتوصل ليد مثلا وجيت توصله اديته فولت حتى 1 فولت او 2 فولت زياده ممكن يتحرق معاك، هينور معاك يشلع معاك كده ويجي طافي. زي ما انتم شفتوا حضراتكم كده، طبعا انا كده لزقت المساطر كده مفيش مشكله وما فيهاش اي مشاكل، يعني ممكن ما اربطش المسامير دي، لكن انا هربطها للامان وهتمسك المساطر معايا اكتر، وهتخلي المساطر ثابته في الحوض عشان الحوض يبرد معايا. هنبدا كده نثبت المسامير بتاعتنا، هنوقف الفيديو شويه لما نثبت بعد ما ركبنا المساطر وعملنا عليها تيست حضراتكم كده، باقي معانا التقفيل. طبعا احنا جربت اللمط بتاعتي، هنقفل الشاشه وبعد كده نركب بقيه البورده. هنبدا نجيب القطع الرأس اللي احنا خدناها. اول حاجه معانا الباك لايت، طبعا زي ما قلنا لحضراتكم هتخلعوه بنفس الترتيب عشان هتركبوه بنفس الترتيب علشان ما حدش يغلط، لان هنا الباك لايت زي ما قلنا في فيديوهات قبل كده سابقه، الباك لايت بيبقى فيه وش لامع ووش، والورق ده ليه ترتيب، فطبعا لازم يبقى بنفس الترتيب اللي هو كان جاي عليه وكان راكب علشان ما يعملش معاك مشاكل في الصوره. فطبعا هنبدا كده زي ما شفنا حضراتكم، في هنا كليبسات اهي، كليبس هتلاقي في حته في بروز هنا اهو بينزل فيه كده، بينزل في المجرى دي، خد بالك من اللزق ده ما يدخلش، وهنا اهو تركبه هنا كده وهنا كده اهو لحد ما يثبت مكانه، خد بالك من اي غبار او اي حاجه سودا تظهر تعملها كده هتظهر معاك في الصوره بتاع الشاشه، فاي حاجه سودا واي غبار موجود معاك زي كده مثلا ان البطله الورق ده ما بيتمسحش بسهوله، لو حاولت تمسحه بيتلف منك. ركب كده واحده واحده معاك، هو الفيديو طويل شويه لكن ده علشان الناس المبتدئين تقدر تستفيد من الفيديو ويبقى استفادوا معلومه عمليه، وانا بحاول اخلي فيه تفاصيل يعني على قد ما بقدر، والمعلومات اللي بتذكرها كلها وانا شغال بحاول اقولها لحضراتكم، لكن اعذرونا في بعض المعلومات يعني بتهرب مننا بسبب الشغل والتصوير والتركيز، وطبعا احنا شغالين وفي زباين بتيجي وكده، فطبعا كل ده بيأثر علينا في الشرح وبيفصل الواحد، يعني الواحد بيبقى داخل في مود ان هو بيحاول يعني التركيز بتاعه بيبقى عالي وشغال برضه وبيحاول يوصل لك معلومه، لكن لما بيخش زبون او انت شغال بيبقى فيه مشكله يعني مثلا في التصوير في اي شيء، ده بيشتت تفكيرك كله. بعد ما جبنا الازازه معانا كده اهو، حاول تنفخها الاول من التراب اللي عليها لو في تراب او في اتربه جت عليها، بعد كده بيدك كده هتمسح
انك انت لو مسحت القماشه او باي حاجه ما الاتربه بتفضل مكانها بيدك كده خفيف كده، وتبدا تمسح الاتربه اللي عليها كده واحده واحده. اهم حاجه المسطره دي زي ما قلنا لحضراتكم وضحنا قبل كده، المسطره دي ما تفردهاش، المسطره دي تفضل على وضعها كده ما تفردهاش الناحيه التانيه كده. هنبدا ننزل البانل بتاعتنا، تبدا كده تثبت. طبعا اتاكد ان الفريم البلاستيك ده نزل في مكانه كويس جدا اللي هو حوالين داير ده، عشان لو عالي من جنب وجيت تنزل الفريم اللي هو الاخير بتاع الشاشه ممكن يكسر معاك البانل. فتاكد ان الفريم نازل مكانه وكل الكليبسات نازله مكانها كويس. وبعد ما تنزل البانل كده في سندات جلد اهي او كاوتش، فهتلاقيها في الجنب هنا الشاشه بتبقى نازله من جنبيها. فتاكد ان الشاشه نازله من جميع الحواف على اللي هي السندات اللي هي الجلد دي عشان ما تسببش في كسر البانل. تأكد ان الشاشه نازله كلها على الفريم معاك مظبوط، مريحه مكانها كويس. متستعجلش يعني فك البانل وتركيبه، متستعجلش براحتك عشان ما تضيعش مجهودك وتخسر فلوس، وان شاء الله مفيش خساره. كده اتاكدت واطمنت ان البانل نازله مكانها كويس، مفيش اي ارتفاعات ولا في اي شيء. والكوفات الجانبيه دي اللي كانت معانا دي اللي هنا في الصوره دي، طبعا دي بتبقى نازله من جنب الفريم كده، ما بتنزل ما بتبقاش بره، بتبقى نازله من جنب الفريم. وزي ما انت ولما بتفك تبقى تركز في كل حاجه انت بتفكها علشان تعرف تركبها تاني مكانها. نبدا كده نركب الفريم البلاستيك معانا اللي احنا خلعناه اول حاجه، وزي ما انتم شايفين حضراتكم بينزل بكل سلوه، بس براحتك برضه انت شغال. نبدا كده عند المسطره ونبدا نثبت تاني مكانها كده. ده كابل ال في دي اس، ده خليك بالراحه كده انت بتركبه، علشان ده بيحتاج ضغط شويه علشان ممكن يتسبب معاك انه يفلت كوف او يعمل معاك مشكله. فبالراحه كده اهو زي ما انت شايف، وهتمسكه من هنا كده زي ما انت شايف حضرتك كده عند الجنبين كده، وهتضغط كده اهو هنا وهنا كده. انا اعتبر قفلت الشاشه عندي، باقي حاجات بسيطه معايا التجريب. بسم الله. وزي ما انتم شايفين حضراتكم الشاشه قضت معايا بدون بقع وبدون اي شيء وتمام، والاضاءه بتاعتها كويسه جدا اهي تمام. باقي حاجه واحده بس معانا اللي هنعملها، وهو فولت الليدات. الليدات هتلاقي الفولت اللي خارج عليها اعلى، يعني المفروض الليدات زي ما قسناها بالتستر حضراتكم كان سحبه 66 فولت، المفروض الفولت اللي انا هديه لها يبقى 66، معلش عن كده علشان ما تسببش في مشكله معاك بعد كده. وهتلاقي كذا فيديو لتخفيض فولت الليدات بعد التغيير، يعني الليدات زاد والنقص مع بعضيهم، كل حاجه مع بعضيها، زاد مع زاد والنقص مع النقص بتاع الليدات. في السكوت هنا السكوت ده زي ما انتم شايفين حضراتكم كده اهو. طبعا الفولت اللي معاه 76 هبدا اضغط على منيو من ريموت، وبعد كده هضغط على 1147 من الريموت برضو اللي هو السيرفيس مانوال. 1147 تظهر معايا قائمة السيرفيس مانوال زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. هبدأ انزل كده عند بانل سيتنج اهي، بعد كده هنزل على باك لايت ماكس اهي، هبدأ انزل في الفولت كده اللي هي الأولانية دي،
فاليو اللي هو القيمة دي. بص حضرتك للافوميتر او الافو الفولت منزل معايا فوق 87 85 وتحت منخفض معايا هنا في الافو. طبعا انا بخفض لدرجة برضو بلاحظ الاضاءة بتاع الشاشة ما تبقاش يعني منخفضة معايا لدرجة تبان انها منخفضة. فانت هتخفض لدرجة الدرجة اللي هي تخفض الفولت وفي نفس الوقت ما تتعبش المصادر وفي نفس الوقت الاضاءة بتاع الشاشة تبقى كويسة. فانا ببدأ اخفض كده اخليها على مستوى معين يعني مثلا 88 66 68 على حسب بقى. نبدأ نخفض شوية كده وكده كده البقلايات من بره هتلاقي فيه زيادة للخلفية، خلفية الإضاءة تقدر تزودها من بره برضه. كده أنا خفضت الإضاءة معايا وصلت ل 67 فولت وكده كويس، مش هنخفض تاني أكتر من كده. وهتقفل الشاشة بتاعتك وكده الشاشة بتاعتك تبقى خلصت والفولت بتاعها تمام وعمر الداتا يبقى معاك أطول. وبكده يكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده. الفيديو كان طويل شويه لكن الحمد لله قدرنا نوصل مجموعه من المعلومات لحضراتكم. وياريت يعني اي حد عنده تعليق او استفسار اتركوا اسفل القناه، ما تبخلوش علينا بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. كان معكم اخوكم محمود ابو دنيا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.